مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. كان في غضب كبير على السوشيال ميديا بعد الحلقة الأخيرة اللي عملها معاذ عليان. عن مين بقى؟ عن القمص بولس القمص ميخائيل. القمص بولس القمص ميخائيل له أخطاء عقائدية كتير، وانت لما تشوف صفحة أبونا مليانة حاجات وأخطاء يعني أنا بصراحة مستغربة هو بيكتب الكلام ده ازاي، وده فرصة ذهبية الواحد زي معاذ ياخد كلامه ويقول اهو عندكم اهو في الكنيسة انكم بتعبدوا الاوثان. هو كتب ايه بقى معاذ؟ قنبلة جديدة مفاجأة كارثية. القمص بولس القمص ميخائيل يكشف وثنية الكنيسة الارثوذكسية. ده عنوان الحلقة. طبعا معاذ لما بيشوف كلام زي ده بيبقى يعني حلو بالنسبة له، هي مادة كده بياخد مادة وبيعمل عليها حلقة. لقى كلام القمص متوافق مع فكره، قال اهو شوفوا بيقولوا عندهم ايه، مش ده كاهن ارثوذكسي ولا مش كاهن ارثوذكسي؟ لابس ارثوذكسي وكاهن ارثوذكسي وابوه كاهن ارثوذكسي وابنه كاهن ارثوذكسي، ده العيلة كلها كهنوتية يا جماعة ولا ايه؟ مش عارف. المهم ان هذا الاب الكاهن يعني له افكار كتيره جدا جدا بروتستانتيه، على يعني لا طائفي من الاخر، هو اب كاهن لا طائفي. طيب ابونا ده كمان في ناس كتيره اتكلمت عنه على السوشيال ميديا بعد كلامه الاخير او بعد تصريحه الاخير، وهو مش تصريحه الاخير بس يا جماعه، ده صفحته مليانه اخطاء عقائديه كتير. كان في ناس بتقول ان الكاهن ده من القصيه وابوه كاهن من القصية برضو من كنيسة ماري يوحنا المعمدان. كمان بيقولوا في الوقت ان البابا شنودة منع كتب جورج حبيب بيباوي، ابونا بولس كان بيجيب كتب جورج حبيب بيباوي وكان بيدخلها الكنيسة وكان بيقراها برغم قرار منع كتب جورج حبيب بيباوي في عهد البابا شنودة الثالث، ان ده قرار مجمع مقدس. وكمان ان جوز بنته يعني هو جوز بنته الواحد كاثوليكي وخلى الجواز بتاع بنته في كنيسة كاثوليكية، وهو حضر جواز بنته وصلى كمان يعني صلاة طقسية في جواز بنته طبعا طبقا للطقس الكاثوليكي. طبعا ده مخالف يا جماعة لكنيستنا. هو ده باختصار شديد القمص بولس القمص ميخائيل. فانا بتسائل لو انت مش عاجبك كنيستنا وشايف فيها كل الاخطاء دي كلها، معلش يا قدس ابونا قاعد فيها ليه؟ يعني معلش يا قدس ابونا، يعني انت بترفع ذبيحه ازاي؟ وانا عارفه انك متابع القناه جيدا عندي، فانا اتمنى انك تشوف الحلقه دي. طيب انا بس بتسائل لو انت شايفنا ان احنا بنعبد اوثان، طب انت قاعد ليه مع يعني كنيسه بتعبد اوثان؟ ايه اللي يجبرك على كده يا ابونا؟ لو انت مش مؤمن بيها تماما ايه اللي يجبرك انك تقعد فيها؟ ولا بغرض بقى ان الاصلاح والتطوير والحاجات دي؟ يعني انتوا عرفتوا تغيروا حرف ولا هتعرفوا تغيروا حتى حرف؟ يعني انتوا ما عرفتوش لحد الان تغيروا حرف، فالمجموعه بتاعتكم دي فشلت فشل ذريع. كل بتوع بباوي على بتوع الاب متى المسكين، كل فكركم ده يعني احنا بنقول عليه بدع وهرطقات. لحد الان مفيش ولا حرف اتزود ولا حرف اتنقص من التسليم الرسولي. تعالوا نشوف بقى حاجات كتيرة كده من جوه صفحة أبونا عشان بس ناخد فكرة برضو. أول حاجة أبونا بينكر شفاعة القديسين، ضد شفاعة القديسين وتكريم رفاتهم. يعني هو بصوا القديسين دي بالنسبة له لأ، يعني انت بتكلم في ايه؟ شفاعة مين؟ وضد السجود وعمل مطنيات للأسقفة وتقبيل يد الكاهن والأسقف. لا انت بتسجد لهم ليه؟ انت بتعمل لهم مطانية ليه؟ ضد البخور التبخير قدام الايكونات، وبيأيد تناول المرأة الحائط. المرأة الحائط يا جماعة اللي احنا فسرناها 5000 مرة اللي هو ما ينفعش ان المرأة اللي ما يكون عليها الدورة الشهرية ما تروحش تتناول، لا هو عادي يا جماعة، هو بالنسبة له عادي. وكمان ضد ان المرأة تنتظر 80 يوم حتى بتعمد طفلتها، لا ما تنتظرش. بيتهم الكنيسة بالوثنية والتعصب والتحجر والتخلف وإنها تتبع الناموس القديم. طب معلش يا قدس أبونا سؤال، بس سؤال، لما أنت شايفنا كنيسة فيها وثنية وإحنا متعصبين ومتحجرين ومتخلفين، إيه اللي يجبرك إنك تقعد في كنيستنا؟
علشان يعني والدك الفاضل أب كاهن وابنك أب كاهن، بيقولوا إن ابنك كمان أب كاهن. يعني طب أنت قاعد ليه في الكهنوت بقى؟ الكهنوت ده بالنسبة لك بيزنس؟ يعني معلش يا قد سابونا، يعني قاعد في الكهنوت ليه؟ مادام أنت شايف إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة، بالإضافة إلى آراءه الغريبة في مواضيع أخرى. إيه بقى الآراء الغريبة اللي هو شايفها في كنيستنا؟ أول حاجة كرهه الشديد للبابا شنودة الثالث، وقال لهم اعبدوه حيا وألهوه ميتا. ده واضح يعني مادام هو من أبناء الأب متى المسكين أو جورج حبيب بيباوي، فده أكيد أكيد هيكره البابا شنودة الثالث، ده أكيد. فيعني دي حاجة ترجع لك انك تحبه او تكرهه، احنا بنحبه علشان هو حافظ على ايمان كنيستنا لحد اخر نفس في عمره، حافظ على الايمان الارثوذكسي السليم. هو ما اخترعش دين جديد، ولا هو ابتدى حاجة في الكنيسة عشان تقول انا بحبه ولا ما بحبوش. يعني البابا شنودة كلها تعليم ارثوذكسية سليمة، عند ذكر البابا شنودة الثالث يعني تعليم ارثوذكسية سليمة. طبعا ابونا بولس بيحب الراهب متى المسكين، ومعروف من هو الراهب متى المسكين اللي أتعب الكنيسة بكتاباته المنحرفة عقائديا، وقعد ينشر بوستات كتير جدا ليه. أبونا بولس بقى لما ليه بوستات غريبة وعجيبة عن المرأة بشكل عام، احنا هنشوف دلوقتي بيكتب ايه، وبيطلب من الناس لا تتضع أبدا. طيب كاتب بقى في البروفايل، تعالوا نشوف البروفايل بتاعه يا جماعة في الصفحة الشخصية بتاعته، تعالوا نشوف البروفايل بتاعه كاتب ايه. كاتب انا انسان واضح وبسيط، لا اتكلم الا بما اؤمن، ولا اؤمن الا بما اقتنع، عقلي هو سر تعبي وكل شقائي. طيب يا قدس ابونا، انت بتكتب حاجات انت بتقول انا مؤمن بيها ودي قناعتي الشخصية، الحاجات اللي انت بتكتبها دي بدعوة وهرطقات. بصوا بوستاته الغريبة بيقول ايه، القعدة في البيت لطيفة جدا وما بزهقش منها، بس انا متغاظ لاني عديت كيس رز كيلو لقيته كذا حباية، وعديت كيس تاني لقيته كذا حباية، مفيش ضمير، واحد فاضي بقى. طيب انني لن اتراجع عن افكاري حتى الموت، ولهذا ساظل يا اخوتي انا كما انا، ساكتب واكتب واكتب دون مجاملة او خوف من اجل تنقية كنيستي، ابائي واجدادي وابنائي واحفادي. هو هيكتب يا جماعة علشان عايز ينقي الكنيسة، بتنقيها من ايه بقى؟ من كل ما هو غريب ودخيل وخبيث ولئيم عنها بحسب هوى جماعة إياها، موطورة من الناس المرضى والمعتوهين والمغرضين والمنتفعين والمنافقين الجبناء. ياه، يعني هو شايف كل الناس كده إلا هو، هو الوحيد بس اللي صح يا جماعة. يعني يقول سوينا بس راجع حساباتك تاني، ده انت كل كتاباتك يعني تودي في دهية. يعني كتب ايه بقى، المرأة نص المجتمع وكل الدنيا وأصل الحياة، سامحني يا رب على هذه الكذبة دي. طيب كانت هذه هي إجابتي الواضحة الصريحة للأخ العزيز نادي ملاك، وهو يسألني عن مسألة إعطاء البخور لبعض البشر من داخل الكنيسة الله المقدسة، فأجبته بالآتي، وقعد يشرح بقى إن كان البخور بحسب الفكر الكتابي الثابت والمستقر هو رمز الصلوات، فالسؤال المنطقي الآن، وقعد يكتب كلام كتير جدا عن البخور. طب ما انت بتعمل يا قدس ابونا القداس ازاي؟ يعني اشرح لنا كده القداس بتعمله ازاي، احنا عايزين نشوف قداس كده من اللي بتعمله ده. انا حاسه انك بتعمل قداس كله غلط، ما انت في حاجات كتيره مش مؤمن بيها او مش مقتنع بيها. بيقول ان معطيات الوثنيه القديمه كانت قائمه وكائنه على قاعدتين اتنين لا ثالث لهما، وهما الاولى ان اسجد للصنم، الثانيه ان ابخر للوثن. ايه يا جماعة اللي هو بيقوله ده؟ طيب انني في الواقع وبكل الصدق والامانة منذ اكتر من 35 عاما وانا ارفض بكل شدة هذا التمايز البغيض اللا معقول واللا مقبول اطلاقا فيما بعد عماد الذكر في اليوم 40 لميلادها المبهج والسعيد، وعماد الطفلة المسكينة والمنبوذة في اليوم 80 لميلادها المحزن والحزين. ثم فيما بعد قرأت مقالا بالصدفة لأبينا القوي والمبارك العملاق القمص متى المسكين، فإذا به يؤكد هذا الاتجاه. وأخيرا، هل يصح أن كنيسة العهد الجديد بكل إيجابيتها وجمالها
وعطرها أن تتعامل بحسب ناموس العهد القديم بما فيه من جمود وصمود وتحجر وتكبر. طب يا جماعة بس هو مفيش ولا أسقف يشوف الأب الكاهن ده، وبيقول تبع القصية تبع الأنبا توماس تقريبا. طيب الأنبا توماس فين من الأب الكاهن ده؟ طيب الأنبا توماس سايبه، محدش بيقرب منه مثلا، الطوائف كلها بتحبه، مسنود مثلا الأبونا بولس القمص مخائيل بيقولوا ان هو حاجة كبيرة قوي في القصية ومحدش بيجي يقرب منه، وبالنسبة له ده حاجة كده يعني. يا جماعة تتكلموا فيه. بيقول هنا ايه بقى؟ عندي سؤال. ظاهرة استخراج توابيت الموتى وعظامهم ورفتهم وسكب الحنوت اياها بتاعتكم. اما انت بتبع مين يا أوتسابونا؟ اياها بتاعتكم، بقول وسكب الحنوط اياها بتاعتكم. امال يعني ابونا بولس ده تبع مين؟ مش كنيستنا القبطية الأرثوذكسية برضو ولا تبع كنيسة تانية؟ بيقول بتاعتكم. امال مش عارفة يا جماعة هو بيقول ايه بالظبط. وجايب طبعا الحنوط وتطيب الاجساد. الدعوة الانسان اشمل من الدعوة لمسألة الاديان. يعني هو بصوا هو كوكتيل كده. شظايا التعصب لم تصب الأرثوذكس وحدهم، وإنما للأسف طالت الكل. ربما هكذا كان قديما في الأزمنة الماضية أن لا تصلي الكنيسة للأسف على إخواتنا المساكين من المنتحرين. أما أنا فبكل بساطة وضوح مصحوبا باتضاع قلب أرى، أول ما أرى أن نعمل ما علينا عمله من جهتهم فنصلي عليه ونترك الباقي كله في يد الرب نفسه. طيب حتى كمان كلامه غريب، انا مش فاهمه حتى هو عايز يقول ايه. يعني حتى كلامه كمان غريب. بيقول هنا ايه بقى؟ عبدوه حيا وألهوه ميتا، لا شك انها بقايا فرعونيه قديمه. هو مريضة ده بيتكلم على البابا شنودة الثالث. هنا كثيرون التقوا بيسوع ومن كتر اتضاعه لم يعرفوه، وبعضهم عثروا فيه ولم يعرف يسوع الا المتواضعون. وعلى قدر تواضعنا يستعلن لنا الرب الأب متى المسكين. غالبا ما ينسى الرجل حبه القديم، أما المرأة فذاكرتها للأسف من حديد. كل دي حاجات لأبونا بولس القمص ميخائيل. يعني أنا بوريكم أهو الحاجات اللي أنا يعني بيقول إيه. للمرة التانية وليست الأخيرة لا تعليق. يا إلهي حتى العربية هي الأخرى بيبخروا لها. مين اللي قالك إن هم بيبخروا العربية؟ يعني ده فهمك؟ هم واقفين يبخروا العربية برضو يا جماعة برضو. يعني مش عارفة اقول ايه. طيب على ان هؤلاء المبخرين ممكن جدا اسقفة ومطرنة وبتركة فيما يطلبون من الكهنة الغلابة العبيد والناس البسطاء باسم الله والدين طب انت سبت ايه الناس التانية يا أوتسابونا؟ يعني انت انا شايفة نفسي كلامك نفس كلام الناس التانية من الطوائف التانية. يعني طب انت مين فيهم؟ طيب فاكرين البابا شنودة الثالث لما كان بيقول ساعات كنيستنا بيخترقوها ازاي؟ بيلبسوا كاهن أرثوذكسي، وانت شايفه قدامك كاهن أرثوذكسي. هما بيحضروه، بيخترقوا الكنيسة عن طريق كده، بيخترقوا كنايسنا عن طريق كده. كل افكاره بتبقى افكار ايه بقى؟ افكاره من الطوائف التانية. اجيب لكم ايه تاني؟ اللهم حررنا من وشوشة العظام والسجود للأصنام وتأليه الأشخاص والصلاة للأموات. أبونا شايف كنيستنا كلها كده، طب قاعد ليه فيها يا أبونا مدام هي مش عاجباك؟ طيب لما نطالب بقى بمحاكمتك، أو نطالب أن حد أسقف يقعد معاك، أو لجنة مجمعية تقعد معاك، لجنة الإيمان والتعليم، وتشوف كده كتاباتك وتشوف أفكارك، هل ده يتفق مع إيمان كنيستنا؟ يعني مش هيبقى غير كده. لما دي تبقى قناعة شخصية منك وحاجة انت مؤمن بيها وبتعلم بيها الشعب، يبقى ده من واجب علينا ان احنا نحذر الناس منك ونقول انتبهوا. يعني الحاجات اللي بيكتبها ابونا بولس القمص ميخائيل خلي بالكوا منها، لان الحاجات دي غير صحيحة بالمرة. بيقول وهل المرأة الحائض هي في نظركم نجسة حتى انكم تمنعوها من التقدم للتناول من الاسرار المقدسة؟ وهي كذلك لقد اسأتم بذكائكم الفذ كعادتكم الى شخص المسيح القدوس نفسه والى المسيحية ككل والى الكنيسة الارثوذكسية خاصة، لانكم ما زلتم حتى الان حبيسي وسجيني نصوص اقل ما يقال عنها انها متخلفة معتوها.
يعني يا جماعة هو شايف ايه بقى بيقولي بالظبط؟ أراك أبي أعظم رجل دين، صادق جدا وحقيقي جدا وعميق جدا قد رأيته في حياتي، ولم أرى يوما مثله، ربما أيضا لن أرى. لأجل ذلك عادوك وأبغضوك وكرهوك ونفروك وهمشوك، إنهم عصابة لصوص. تكلم على الأمبغرغوريوس. أوعى تتضاءل بزيادة أمام أي أحد من الناس قط، حتى ولو باسم الاتضاع، لألا تأتي لحظة لا تجد نفسك فتندم. ده كلام أبونا عن الاتضاع. يعني أنا مش عارفة أقول إيه، الواحد حزين لما بيشوف الحاجات دي يا جماعة على السوشيال ميديا. وعلى فكرة هو بيكتب كتير، أنا متابعة صفحته، يعني كل شوية أدخل أشوف بيكتب إيه، وخلاص يعني الواحد زي ما يكون اتعود خلاص. لما فيش أي حاجة حاسمة بتحصل من الكنيسة، هنشوف المزيد والمزيد، هنشوف المزيد والمزيد. وأنا بقول وتسائل، هم أنتوا سايبين الناس دي ليه؟ ما أنتوا يعني معاذ دي مادة دسمة ليه، مادة هي مجهزة. شوفوا بيقولوا عندهم ايه، احنا ادينا فرصة للمتطرفين ان هم يقولوا كده عن كنيستنا، لكن احنا بنقول وبصوت عالي ده مش موجود في كنيستنا. الحاجات اللي بيقولها بونا بولس القمص ميخائيل مش موجودة في كنيستنا، واحنا مش الكلام ده مش عندنا، وهو اصلا بيقول بدع وهرطقات. عشان كده كان يجب الرد عليه، واتمنى ان الاسقف نيافه الانبا توماس يشوف وضعه ايه. يعني هو هل هو موافق على الكلام ده حتى ولا لا؟ يطلع ويقول لنا. اكتبوا لي بقى في التعليقات شايفين الموضوع ده ازاي، شايفين الموضوع ده ازاي، وايه الحل من وجهه نظركم. يلا تحياتي، اشوفكم في حاجه جديده. كان معكم نيفين جرجس.